التوحيد هو حق الله على العباد. توحيد داد الله حق ببندقان وبانددي. أنواع التوحيد ثلاثة. توحيد دريق اسمه دي. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية. توحيد ألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات. أو توحيد أسماء صفات. النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم في توحيد الألوهية في العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تكم مشركين ومن سكود أهغيسر تخاصم أو جنق بديبان ديو جاغات توحيد ألوهية عبادة باركة. لابد أن تكون العبادة لله. لازم خبر ذات عبادة صرف ذا الله ذا باري. لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. لدي إمكان بالكل نشتت ذا عبادة هس يو شيد الله بغير بلشاته وبرزو. مراتب الدين ثلاثة. الدين مرتبة دريدي. الإسلام. إسلام. والمرتبة الثانية الإيمان. دريمة مرتبة إيمان. والمرتبة الثالثة الإحسان. دريمة مرتبة إحسان. الإسلام أركان الإسلام خمسة. الإسلام أركان بناء بنزدي. شهادة أن لا إله إلا الله، لا أحد أن يستحق أن يعبد إلا الله. كلمة شهادة لا إله إلا الله ذا كذا الله بغير بل هي السوق ذا عبادة مستحق نشتري. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. أو النبي صلى الله عليه وسلم ذا بندة ذي عبادة نكيجي أو برسول ذا ذي تكذيب نكيجي. إقام الصلاة. دمون قائمة ول. إيتاء الزكاة. الزكاة ورك ول. صوم رمضان. د رمضان روجيني ول. حج بيت بيت الله الحرام لمن استطاع لي سبيله. د بيت الله الحرام حج الله رب العالمين شاء لي استطاعت ورك. المرتبة الثانية الإيمان. دوما مرتبة إيمان دي. أركان الإيمان ستة. د إيمان أركان شبك دي. أن تؤمن بالله. شبا الله إيمان راوري. وملائكته. فملائكه إيمان. وكتبه. فأسماني كتابونه إيمان. ورسله. فرسولانه إيمان. واليوم الآخر. تأخرت برز إيمان. وتؤمن بالقضاء والقدر. فقضاء وقدر تقدير بند إيمان. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان والله أعلم. دريمة مرتبة دين دي مرتبونا غا إحسان دي والله أعلم.